السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملعب الهداف نحييكم، وكرة دلوقتي مع زياد، وزياد ماسك الكرة وبيسنتر وبيدي الخبيبة، وخبيبة بتدي لزياد بأسهل سهولة، وزياد بيفوتها وبيديها لسمير، وسمير دلوقتي مع الكرة، وسمير بيعدي، وسمير بيجري، وسمير مع الكرة حافظ على الكرة لغاية دلوقتي وبيشوت، انما ادم بيصدها. يا برافو عليك يا ادم، ادم عامل شغل كبير لحد دلوقتي مع ان المباراة لسه بادئة. وزياد بيستعد وبيشوف صغيرة عشان يشوط وبيفوت الكرة الحبيبة، انما حبيبة بتحط رجليها وبتسيبها حمدي، وحمدي بيحاول يعدي انما سمير بيوقف وبيديها حبيبة تاني، ومن لمسة واحدة حبيبة بتديها لحمدي انما المفروض ما كانتش تديها لحمدي، وحمدي ماسك الكرة وبيحاول يعدي، وحبيبة عايز ترجع تصلح غلطتها وتاخد الكرة، انما برضه حمدي بيعدي وبيفوت من دي، بيشوط شوطة جميلة بتعدي من على يمين ادهم وتيجي جول. هنا زياد واخد الكرة وبيديها لسمير، وسمير بيديها لزياد، وعايز يطلع وبيطلع وعايز يشوط انما بيهوش، وحمدي واقف له بالمرصاد بيقول له هتعدي يا زياد، انت هتعدي من مين؟ وبرضه بيعدي وحاول يعدي، وهنا بيوقف الكرة وادم واقف له، ادم سدد صاره كبيره وبيشوطها في العالي سمع. وبتطلع منه بره، والكره الان بره، وابراهيم هيلعب الكرة، وابراهيم بيلعب على حمدي، وحمدي مع الكرة، وحمد عايز يعدي، وحمد بيه بصيها لابراهيم، لازم يديها لابراهيم لان سمير مش هيعدي، وادم بيقول له الكوره، ومحدش عايز يدي لادم الكوره لان ادم مش باين، وحمد مع الكوره وعايز يطلع، ويطلع يا حمدي، سمير مش بيعدي انما بيعدي، سمير مش بيعدي انما بيعدي، بيعدي من زياد انما حبيبه واقفه له وبتدي الكوره برده وبتخرجها من ورا ماجد، وماجد بيلعب بالتماس وبيديها لحمدي، وحمدي عاوز يعدي وبيرجع بقول ما عملتش حاجه وبيديها تاني لابراهيم لانه لازم يديها لابراهيم. ودلوقتي ابراهيم مع الكوره، وابراهيم مش عايز يبصها لادم، وحالف ما يبصها لادم ويمسكها بايده، ادم متضايق وبيقول له اديني يا ابراهيم، انما ابراهيم بيشوط لحمدي، وحمدي بيجلي وبتيجي الكوره مع زياد، وزياد بيحاول يعدي وبتطول منه وبتطلع بره، حمدي بيلعب الكوره بالتماس وبيشوط لماجد، وماجد هنا بيطلع بيشوط يجيب جول، الجول التاني، يعني النتيجه 2-0، وصفر بالانجليزي يعني زيرو، يعني الكوره ممكن تبقى 2-0. وهنا ماجد واقف مبسوط، وكرة مع زياد، وزياد بيسيبها لسمير، وسمير عايز يسيبها لحبيبه انما بيعدي، وبرضه طالع لسه سمير وبيقول له يا ماجد انا هعدي وهديها لزياد، وبرضه بيديها لزياد، وزياد بيشوطها اي كلام، انما ابراهيم واقف بالمرصاد وبياخد عين السمير وبيعمل الجون الاول لفريق الكوره، جباره وادلعي، هدف من سمير واسيست من زياد، تسيمات حلوه وعظمه منهم الاثنين، ودلوقتي غدرت 2-1 لفريق حمدي. ادم واقف زعلان وبيقول له اديني يا حمدي الكوره يا حمدي، والنبي يا حمدي ارجع الكوره ليا، وهنا ابراهيم واقف مستغرب بيشوف حمدي هيعمل ايه، انما حمدي بيديها لماجد، وماجد عايز يعدي، حبيبه بتحط رجلها في الكوره، وكوره بتطول من ماجد، وسمير عايز ياخدها ويجيب الجول الثاني، وبيطلع بالكوره ولابس نمر 5 وبيحاول يعدي وبيوقف الكوره ولسه عايز يعدي، وها حمدي بياخدها منه باسهل سهوله، وطالع حمدي راجع، وبرافو عليك يا حمدي، بيعدي من حبيبه ان سمير بيلحقه، وهنا بيشوف شط اي كلام عشان حبيبه معركلها للعبه ومع الكره دمه، وبالرجله الضعيفه سددها برجله الضعيفه، وزياد زياد مع الكوره، وزياد مع سمير، وبيجروا الاثنين مع بعض، وزياد بيلعبها لقدام، لكن ادم عايز يلعب الكوره، وادم اول كوره ادم يشطها، ادم عمل اسيست رهيب، وحمدي بيديها شايفين ادم عمل ايه يا اولاد، اديها لحمدي، وحمدي اديها لماجد، وماجد بيديها لحمدي تاني، وحمدي عايز يجيب جول، وبيعدي من حبيبه، انما حبيبه رجلها بتطول وبتيجي في الكوره وتيجي لزياد، وزياد عايز يعدي وبيديها لسمير، وبتخبط في رجل سمير وبتطلع بره، وهنا زياد زعلان، وهنا بتطول الكوره وبتروح لحمدي، وبتطول من حمدي وبتطلع بره، ادهم بيطلع يجيب الكوره وهيشوطها هنا لمين، وبيديها لزياد، وزياد بياخد الكوره بيبص على سمير فين، وبيقول له اطلع يا سمير قدام، اطلع يا سمير قدام، وبيحاول يعدي وبيفتح مسافه هنا وبيعمل ثغره، انما ماجد بيحاول يخش ياخد الكوره، برافو عليك يا ادم، وبوم كرة رهيبة من اللاعب نمرة 11 زياد طلبة في الزاوية البعيدة ويجيب جول التعادل، هنا جول التعادل 2-2، يعني وينتهي الشوط الأول يبتدي الشوط الثاني، وكرة من إيد إبراهيم، وإبراهيم بيديها لحمدي، وحمدي هنا بيقول يا جماعة عايزين نكسب حرام، ويرجع تاني يديها لابراهيم وبيقول له شوط حلو المره دي يا حمدي، وبيشوط وبتجي في ايد سمير، سمير واقف جون على فكره،
وسمير دلوقتي بيسيبها لزياد، وسمير عايز يرقص ابراهيم وبيديها لزياد، وزياد بيجري قدامه، وزياد بيعد ابراهيم، وزياد بيعد ابراهيم ويبصيها، لكن زياد لا عارف ان مفيش حد معاه. برافو عليك يا ادم، ادم بيخرجها، ادم دفاع رهيب. ادهم هنا هاني ماسك الكوره وحاول يعدي من حمدي، و او مثلا سهولة بيوع انما حبيبه بتسنطر الكوره وبترجعها بعيد، ادم بيصدها وبيطلعها بره بره بره، المهم ما تروحش عند الجول. وكوره مع زياد وبيضربها ابراهيم وبترجع تاني مع زياد، وزياد بيسيبها لحبيبه، وحبيبه بتلمسها لمسه واحده وبتعدي من ابراهيم. وهنا ادم هاني بيشوط انما زياد بيصدها وبيديها لسمير، وسمير هيطلع هنا، بيطلع طالع وبطالع وهيطلع وطالع وهيطلع وطالع وهيشوط ويجيب الجون الثالث. اللاعب ده اسمه سمير اللي لابس برتقاني ده، ثلاثة، وتصبح النتيجه 3-2 بعد ما كانوا خسرانين بقوا فايزين. حمدي هنا زعلان ودمه متعكر وبيشوط شوط اي كلام عند الجول، واو، وبتخبط في العارضه وابراهيم بيتابعها وباسهل سهوله، حبيبه بتحاول تلحقها انما ما بتلحقهاش، وابراهيم بيدخل جول التعادل على طول، يردوا عليهم بجول التعادل في ثانيه الا ثلث. وابراهيم ماشي فرحان وبيقول له مبسوط مني يا حمدي؟ قال له انا مبسوط. وهنا هنا ابراهيم بيصدها تاني من سمير، وكره مع ادم هاني، وادم بيسيبها لزياد، وزياد بيعدي من ابراهيم، وكره بتطلع منه اوت. الكره اوت، وحمدي هيلعب الكره وحالف ما يباصي لادم، ودلوقتي الكره مع ماجد، وماجد عايز يلعب الكره، ماجد بيرقص، ماجد بيعدي، ماجد بيعدي وبيجري، ماجد بيعدي وبيجري، والكوره بتعدي وسمير مع الكوره ويسدد سمير. يا خراشي على التسديد ده، كان فاضل سنت اللي تلت. وهنا ماجد بيشوطها عشوائي والكوره بتروح لابراهيم، وابراهيم بيتابع انما ادهم ما بيهنهوش على الكوره، بياخدها منه. ادهم هاني لعيب بياخد الكوره وبيحاول يعدي، انما ابراهيم بيقول له لا، كوره بره، هلعب، ايوه انا هلعب، يلا يا حمد عشان تاخد منه الكوره. حمدي بياخد الكوره وبيبص تاني على ابراهيم، وادهم بيقول له لا يا حمدي، ايه برضه يعدي من ادهم، وادهم بيقول له اداني مره يا عم ابوس رجلك والنبي اداني، نفسي اجيب جول. حمدي بيشوط اي كلام وبتطلع بره وبيطلعوا الكوره بيجيبوها. وهنا ادهم طالبه ماشي محبط، ما حدش بيديله كوره، زياد واخد الكوره وبيديها لسمير، وسمير بيعدي وبيفوت وبيعدي وبيفوت وعايز يديها لزياد، انما بمهاره هنا بيفلت من اتنين، وابراهيم بيحط رجله في الكوره والكوره بتطلع. وهنا زياد بياخد الكوره وهيلعب التماس، ودلوقتي زياد هيلعب التماس، وزياد يشوط لكن بام فوق العارضه، كنت تديها لسمير، سمير ما كانش هيجيبها جول لان ملهاش نصيب تخش جول، والكوره مع ماجد، وماجد بيديها لحمدي، وحمدي بيقول يلا يا جماعه عايزين نكسب تاني. وهنا نتيجة 3-2 وبيشوط حمدي وما بيحرمش، عايز يدال ابراهيم من بعيد، انما هنا لمسة يده بيشوطها هنا، وسمير بيدوله ضرب تيجي في ضرب، وحمدي متابع الكورة بيرجع تاني، سمير عايز ياخدها منه وبيشوطها لماجد ورا، وده احسن حلول، وماجد هيشوط هنا حل سيء، انما ابراهيم بيصدها وبتروح لحمدي تاني، حمدي مش عايز يرجعها لماجد لان ماجد بيشوط، وهنا حبيبه بمنتهى البراءة بتدي الكرة لسمير، انما ماجد واقف له بالمرصاد ومن نص الملعب بياخدها، وحبيبه بترد عليه وبتطلعها بره. ودلوقتي حمدي هيلعب الكرة، وحمدي هيلعب الاوت ومش عايز يبص لادم ويسدد، الكرة فوق يا حمدي، فوق هنا، خلوا بالكم من حمدي لان رجله حساسه عارفه طريق المرمى، المره دي فوق، المره الجايه ممكن تيجي جون، خلوا بالكم يا جماعه، حمدي هنا واقف لكم بالمرصاد بيشوط كور ثابته، هنا زياد بيطلعها بيديها لادم وبتطلع من نفس المنطقه، حمدي هيلعب وشكله كده يبصيها لماجد ولا يشوط، خلوا بالكم لا يشوط، انا محذركم من حمدي. وهنا بيستعد وبيشوط وبتيجي جول، هنا مش انا قايل لكم يا جماعه، خلوا بالكم اهي رجله حساسه ما شاء الله، ومن هنا للجول على طول، حبيبه هنا بتعدي منها، والنتيجه انتهت المباراه 4-3، 4-3 انتهت المباراه على اخر لحظه بفوز فريق حمدي على فريق زياد 4-3، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.